طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع أخباري: ميليشيا الحوثي تفاوض في السويد وتحفر الأنفاق في الحديدة. ومن الصحافة الفرنسية تتحدث عن مصافحة استثنائية بين المتحاربين اليمنيين. وفي أخبارنا المنوعة: 100 طائرة تنقل المدعوين لزفاف ابنة أغنى رجل في الهند. أهلا بكم. تتواصل المشاورات اليمنية الجارية في السويد برعاية أممية في ظل وجود ملفات عالقة يتصدرها فتح مطار صنعاء، تحديد مصير ميناء الحديدة، واستمرار تمحور المشاورات في الملفات الإنسانية التي تدخل في إطار بناء الثقة كقضية الأسرى والمعتقلين. ويعنون موقع المشاهد نت: مشاورات السويد ملفات عالقة والحديدة أبرز محطات الخلاف. ويؤكد الموقع أن ملف الحديدة يعد من أبرز العقبات التي يمكن أن تقلل من فرص نجاح مشاورات السويد باعتراف المبعوث الأممي إلى اليمن. وتبحث المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي 6 قضايا، هي إطلاق الأسرى، القتال بمدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وفتح مطار صنعاء. المشاورات القائمة في السويد ومدافع ميليشيا الحوثي لم تتوقف يوما عن إطلاق النيران تجاه المدنيين، حيث يعنون موقع الصحوانت: قصف حوثي يستهدف منازل قرية النخيل في الحديدة ويجبر السكان على النزوح. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي شنت قصفا عشوائيا بقذائف الهاون على منازل المواطنين في قرية النخيل بمحافظة الحديدة. وأفاد الموقع أن قصف الميليشيات تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرارا بالغة بالمنازل. وأجبرت الميليشيا سكان قرية النخيل على النزوح وتشريد أهلها، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين. كما أجبرت ميليشيا الحوثي سكان حي الزهور على ترك منازلهم التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح. عن أعداد الضحايا التي تتزايد في كل لحظة، يكتب حسن عبد الوارث مقاله في يمن مونيتور، مضيفا في فقرات المقال: منذ أن عرفنا أنفسنا، وتحديداً طوال امتداد تاريخنا الحديث والمعاصر، ونحن نضع رؤوسنا في عميق الرمال، كلما رأينا الأنظمة التي تعاقبت على حكم هذا البلد تقمع أهل الرأي والموقف والمبدأ من الأنصار والخصوم على السواء، وتنكل بهم ما بين قتل وسجن وتعذيب ومطاردة وغيرها من أشكال الاضطهاد وألوان الامتهان، بل حتى من لم يكن له رأي ولا موقف وربما لا مبدأ أصلاً لم يكن يسلم على الإطلاق. وكنا وما زلنا نرى كل هذا يحدث ملأ أبصارنا وأسماعنا، فنلزم الصمت. نرى كل هذا فلا ننبس ببنت شفة، نرى كل هذا فندير وجوهنا إلى الجهة الأخرى، نظل نزعم أننا لم نرى شيئاً قط، ولم ندري البتة بما يحدث، ولا نصرخ إلا في اللحظة التي يطالنا فيها هذا القمع وذلك التنكيل، أو يطال أهلنا أو رفاقنا. يقمع اليساريون فيصمت القوميون، وإذا قمع القوميون سكت الإسلاميون، وإذا قمع الإسلاميون يتعامى الليبراليون، وهكذا دواليك تحضر الدجاجة فيغيب الديك، وهو ما يعد ترجمة واقعية فصيحة لقصيدة نيمولر، كما أنه تفسير بسيط ومباشر لحكاية الثيران الثلاثة التي لا تزال مستمرة الحدوث حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور، فيما يتم اعتقال مناضلين وناشطين من شباب بلدي في مجالات الرأي السياسي والدفاع عن الحقوق والحريات في صنعاء وعدن ومدن وقرى يمنية عدة، غير أنني أستمع إلى تشكيلة من أغاني فيروز والساهر والآنسي، وفي يدي كوب ممتلئ بالنسكافيه. أعداد الضحايا تزداد في كل لحظة تستعر فيها أوار هذه الحرب الغاشمة، وحجم المأساة يكبر ويتضخم ويتعاظم. أما الثيران الثلاثة فلم يعودوا بالعدد نفسه، بل بأعداد شتى
لم أعد أدري مقدارها بالضبط. كل ما أدريه أنني وأنت وهي من بينها، أنا الأحمر أنت الأسود وهي ياي الأبيض. إلى موقع عدن الغد، والذي عنونا حول ما يجري على الأرض فيما يتم التركيز على المشاورات. وقال الموقع: ميليشيا الحوثي تستغل الهدنة العسكرية وتحفر أنفاقا جديدة داخل مدينة الحديدة. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي تواصل استغلال الهدنة العسكرية من أجل تنفيذ مخططاتها لتحصين نفسها ومواقعها العسكرية بعد أن شعرت بالخوف جراء تمكن قوات الجيش الوطني من اقتحام محافظة الحديدة. وأكد سكان محليون في مدينة الحديدة أن ميليشيا الحوثي قامت بحفر نفق في شارع صنعاء ونفق آخر في شارع المعدل. وأوضح السكان أن عملية حفر النفقين التي نفذتها ميليشيا الحوثي استغرقت ساعات طويلة مستغلة توقف الجبهات بسبب الهدنة العسكرية. وأضاف الموقع: يأتي هذا بعد أيام من حفر ميليشيا الحوثي أنفاقا داخل معظم المنازل التي دخلوها في 7 يوليو وصولا إلى الحديقة العامة بعد أن عاثوا في أرجائها. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي تابع بشكل مستقل مجريات مشاورات السويد، وعنوان: الإفراج عن الأسرى سيتم بعد 40 يوما والصليب الأحمر سيوفر الطائرات. وينقل الموقع عن مسؤول الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج قوله أن وفد الحكومة في المشاورات قدم قائمة ب 8576 اسما، بينما قدم الحوثيون قائمة ب 7486 اسما، فيما لا تزال القائمة مفتوحة من الطرفين لإضافة أسماء أخرى. فيما قال مسؤول الأسرى في وفد الحوثيين: إن الطرفين اتفقا على أن يتم نقل الأسرى جوا، وأن يكون مطار سيئون وصنعاء هما محطتا الاستلام، والصليب الأحمر هو من سيقوم بتوفير الطائرات. ويرى مراقبون أن وفد الحوثيين بالغ في الأرقام ووضع أسماء لقتلاه الذين سقطوا في المعارك ولم تجلي جثثهم من أراضي المعارك، مما قد يعقد من عملية تبادل الأسرى في الموعد. وحتى اليوم ما يزال الحوثيون يحتجزون قيادات سياسية وعسكرية كبيرة، من بينها السياسي محمد قحطان ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبد الرب منصور هادي ناصر هادي واللواء فيصل رجب. أهمية تعريف فوبيا الإسلام في المملكة المتحدة. تحت هذا العنوان كتب الرئيس السابق لقسم الدين والأخلاق في هيئة الإذاعة البريطانية عقيل أحمد مقالا أعادة الغد نشره وترجمه علاء الدين أبو زينة. ويقول الكاتب: من المثير للقلق أن نحو نصف الذين شملهم استطلاع حديث أجري في بريطانيا يشعرون بأنه من الصعب أن تكون مسلماً اليوم في المملكة المتحدة، وبأن بريطانيا تصبح أقل تسامحاً تجاه المسلمين. ثمة مثل إنجليزي قديم يقول: إنك تنتظر عصوراً قدوم حافلة ثم تأتيك ثلاث حافلات في الوقت نفسه. وفي الفترة الأخيرة كانت التقارير والمسوحات التي صدرت في بريطانيا حول رهاب الإسلام تشبه قليلاً هذه الحافلات. وفي الأسابيع القليلة الماضية حرك تقريران ما كان يعد دائماً نقاشاً مثيراً للانقسام، وطرح التقريران أسئلة جدية حول تنامي مظاهر الكراهية المناهضة للمسلمين. وفي 27 من تشرين الثاني نوفمبر أصدر مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني الذين ينتمون إلى طائفة من الأحزاب تقريراً عن تنامي ظاهرة الرهاب الإسلامي في المملكة المتحدة، وليس في ذلك ما هو غير اعتيادي سوى أنه قام بتعريف فوبيا الإسلام. وقال التقرير: رهاب الإسلام يتجذر في العنصرية، وهو نوع من العنصرية التي تستهدف التعبيرات عن الإسلام أو الإسلام المتصور. وهذا التعريف مهم، فهو يضع جذور رهاب الإسلام في إطار العنصرية بدلاً من أن يتركه عائماً كما كان حاله على مدى السنوات القليلة الماضية. إننا نستطيع أن نقيم حواراً حول غضب غير المسلمين المتصل بالإرهاب أو بالهجرة، لكن الصعود في عدد الهجمات التي تشن ضد المسلمين يجب أن يثير السؤال الآتي: كيف تتم تغذية هذا الغضب وتوجيهه؟ إن رهاب الإسلام ليس شيئاً مختلقاً، ولا هو يتعلق بخنق الانتقاد للإسلام، إنه شيء يتعلق بفهم حقيقة أن كراهية المسلمين هي شكل من أشكال العنصرية والتي لا ينبغي أن يتم تناولها وتشريعها على هذا النحو فحسب،
وإنما يجب أن تقود الناس إلى التساؤل عما هي بالضبط نقطة النهاية التي ستفضي إليها مثل هذه الكراهية. صحيفة لوتون السويسرية اهتمت بالشأن اليمني وعنونت: الأمم المتحدة تسعى للحصول على 4 مليارات دولار لليمن. حيث قالت الأمم المتحدة أنها تسعى للحصول على 4 مليارات دولار لتقديم مساعدات إنسانية عام 2019 لحوالي 20 مليون يمني يمثلون حوالي 70% من سكان البلاد. وفي التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس، أضافت الصحيفة السويسرية أن الأمم المتحدة تحتاج في كل عام إلى 2 مليارات دولار إضافي، حسب تصريح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكاك لوسائل الإعلام. وقال إنه في عام 2017 كان المبلغ الذي تحتاجه اليمن 2 مليارات، وفي عام 2018 أصبح 3 مليارات. وبمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة، من المقرر عقد مؤتمر للمانحين في 26 فبراير بجنيف. في السويد مصافحة استثنائية بين المتحاربين اليمنيين، هذا ما اختارته صحيفة فرانسوار الفرنسية عنوانا لها، وتابعت وصف المشهد بأنه نادر واللفتة كانت رمزية للغاية. لقد تصافح المتحاربون اليمنيون أمام الصحفيين على هامش مشاورات السلام في السويد، فقد وافق سليم المغلس وهو مفاوض من جانب المتمردين الحوثيين، وأحمد غالب وهو مندوب حكومي، على المصافحة بحسب طلب الصحفيين اليمنيين أمام مصور خلد هذه اللحظة. وقال أحد الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من تعرضه أو من تعرض عائلته للخطر في اليمن: لم أرى هذا من قبل. وفقا لشهود المصافحة فقد قبل الرجلان ذلك بطيب خاطر. وقال مصدر من الأمم المتحدة لوكالة فرانس بريس أن الوسيط البريطاني مارتن جريفيث شاهد الصورة التي بثت بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تم بثها من قبل وكالة فرانس بريس وعدة مواقع إخبارية في الدول العربية. الديمقراطيات الغربية وسترات الإنقاذ غير الصفراء، تحت هذا العنوان كتبت القدس العربي افتتاحيتها. إذا كان من السابق لأوانه المراهنة على نجاح هذه التنازلات في امتصاص النقمة الشعبية، فمن الواضح في المقابل أن الرئيس الفرنسي تأخر في الإنصات إلى النبذ الحقيقي للشارع الشعبي، وراهن من جانبه على عنصر الزمن الكفيل بإرهاق المتظاهرين والمعتصمين وترك تظاهراتهم واعتصاماتهم تتراخى تلقائيا، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء تأجيل الضرائب على الوقود 6 أشهر. فالحراك الآن يتخذ صفة السترات الصفراء من حيث الشكل فقط، ولكنه في المضمون توسع كثيرا واتخذ مسارات اجتماعية وسياسية معقدة باتت أقرب إلى سترات إنقاذ لكثير من مؤسسات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفرنسي الراهن الذي يحمل اسم الجمهورية الخامسة. لكن الحاجة إلى سترة إنقاذ من الغرق لا تقتصر على فرنسا وحدها، لأنها تضرب بجذورها في ركائز الفلسفات الرأسمالية والليبرالية الجديدة التي تحكم معظم الديمقراطيات الغربية المعاصرة في ظل هيمنة الأجهزة البيروقراطية للاتحاد الأوروبي. ومن مفارقات هذه الحال أن الحكومة البريطانية التي صوت أكثر من نصف أبنائها لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي تواجه اليوم مأزقا مفتوحا لا يتيح لها صيغة مقبولة للانفصال ولا صيغة مرضية للتراجع، عدا عن الانقسامات المتزايدة داخل حزب المحافظين ذاته. فهل كانت مصادفة محضة أن كلمة ماكرون المتلفزة تزامنت مع قرار رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تأجيل تصويت مجلس العموم على صفقة الخروج؟ أم أن مآزق الغرق الاجتماعية في فرنسا تتوازى مع مآزق الغرق الدستورية في بريطانيا، وكلاهما يتقاطع في مآزق أخرى تتعاظم على نحو أو آخر في معظم أرجاء القارة العجوز؟ تقول لنا امرأة تجاوزت 100 عام من العمر ما لم يقله لنا الكثير من الشباب، حيث أنها أقدمت على مغامرة وعنوان موقع عربي بيست. امرأة تبلغ من العمر 102 عام
تقفز بمظلة من الطائرة كانت لديها رسالة للعالم، حيث نفذت سيدة تبلغ من العمر 103 أعوام قفزة حرة بالمظلة في بلدة ويلي نيغتون في استراليا بهدف نشر الوعي بمرض العصبون الحركي. نفذت إيرين أوشيه قفزتها الحرة بالمظلة للعام الثالث على التوالي في مركز للقفز بالمظلات. وفقا للصحيفة فقد توفيت ابنة أوشيه منذ سنوات عديدة بمرض العصبون الحركي، وأرادت أوشيه أن تستخدم قفزتها باعتبارها أكبر شخص يقفز قفزا حرا بالمظلات لنشر التوعية بالمرض. ويفيد الموقع لم يكن هناك ما يقف أمام هذه المرأة التي تجاوزت 100 عام، فقد كانت مستعدة للانطلاق، ما جعلها تنال هي ومعلمها الذي يدعى جيد إعجاب الجميع. وصفها موقع متخصص بالقول: إيرين امرأة خارقة تحقق أشياء خارقة. في عام 1957 ولد موكيش أمباني في مدينة عدن، بعدها بسنوات عاد مع أسرته إلى موطنهم الهند، وهناك التحق بعدة أعمال مواصلا تجارته ليصبح اليوم أغنى رجل في الهند وأحد أثرياء العالم العشرة، وحاليا يعد لأكبر حفل زفاف بمناسبة اقتران ابنته بشاب هندي، وعنونت صحيفة الحياة اللندنية: 100 طائرة تنقل المدعوين لزفاف ابنة أغنى رجل في الهند. وقالت الصحيفة: ستزف إيشا أمباني إلى أنداد برمال في مومباي العاصمة المالية للبلاد يوم الثلاثاء، لكن الاحتفالات تبدأ مطلع الأسبوع في مدينة أودابيور في حفلات ومراسيم ما قبل الزفاف تستمر 3 أيام. ويمكن للمدعوين تحميل تطبيق يفصل لهم فعالياته التي ستشمل الحفلة الخاصة التي تحييه بيون سيه. وقال مصدر في المنطقة لرويترز إن أكثر من 100 طائرة من رحلات الطيران العارضة شارتر ستهبط في مطار أودبيور الهادئ لنقل الضيوف، وسيحضر الزفاف عدد من نجوم بوليود من بينهم بريناكا شوبرا التي تزوجت الأسبوع الماضي. وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، ولم يذكر المصدر المبلغ الذي تقاضته بيونسيه لإحياء الحفلة، ولم تذكر وسائل الإعلام أيضا أي رقم الذي سيؤلف الزواج بين 2 من أكثر عائلات الهند نفوذا. وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود وذكريات المجلة. وذكرت المجلة أيضا أن الدعوة الواحدة كلفت 300 ألف روبية، أي ما يعادل 4236 دولارا. الظل والضوء معا يشكلان لوحات جميلة بديعة، كما تظهر الصور التي سنعرضها عليكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليجرام. إلى الصور. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف اليوم.
بهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.